بالنسبة للموضوعات الهامة زي ما بقول لحضرتك، الهجرة غير شرعية ومكافحة الإرهاب، والاثنين يعني ليهم ارتباط وثيق ببعض. هو هاجس كبير جدا لدى الاتحاد الأوروبي. طبعا مصر ليها خبرة كبيرة في هذا المجال، وحققت نجاح كبير جدا في هذا المجال في ضبط الحدود وفي منع أي تسلل لحالة واحدة فقط من سنتين لم تحدث، ولا أي سفينة أو مركب تم ضبطها. وده الحقيقة راجع ليس للجهد أو مقترب أمني فقط، لا، هو مقترب أيضا تنموي. فالمشروعات الكبيرة اللي بتشهدها مصر في جميع المحافظات وفي جميع ربوع مصر فتحت أفاق جديدة للشباب، وفتحت ووفرت فرص عمل كبيرة جدا. فإذا هو مجهود متكامل وقصة نجاح متكاملة. الحقيقة الدول الأوروبية واللي بتمثلها النمسا حاليا كرئاسة الاتحاد الأوروبي تريد أن يعني تقترب من تلك التجربة وتستفيد منها وتعممها وتتعاون مع مصر أكتر في هذا الإطار. كذلك بالنسبة لمكافحة الإرهاب، العملية سينا 2018 حققت نجاحات كبيرة جدا حتى الآن، وكانت من أحد النقاط المشتركة في اللقاءات الثلاثة لجامعة السيد الرئيس اليوم بالمستشار النمساوي والرئيس النمساوي ورئيس البرلمان. النجاحات التي تحققت في سيناء من قبل قواتنا المسلحة ومن قوات الشرطة المدنية. طبعا حضرتك والسادة المشاهدين متابعين أن في بؤر توتر كبيرة جدا في الشرق الأوسط، سواء في ليبيا، سواء في سوريا، سواء في اليمن، سواء في العراق. جهود التسوية السياسية من شأنها أن يكون في مكون رئيسي لحل قصة العناصر المتطرفة والميليشيات المسلحة والتنظيمات المسلحة الموجودة والتنظيمات الإرهابية.